والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة مع الزميلة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ياسر، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا بشأن متابعة الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وقال مدبولي إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أعلنت أو أعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي في مايو الماضي. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الخطة تضمنت 5 محاور رئيسة تتمثل في تمكين القطاع الخاص ودعم وتوطين الصناعات المصرية وزيادة الصادرات وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا حرص مصر على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع الكويت، وذلك في قطاع البترول والغاز بمختلف أنشطته من البحث والإنتاج والتكرير والتوزيع. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي بحضور الوفد الاقتصادي الكويتي الذي يجري زيارة لمصر. وقال الملا إن التطور الكبير الذي تشهده صناعات عظيم القيمة المضافة في مصر مثل البتروكيماويات والأسمدة يوفر فرصا استثمارية جاذبة، حيث تعد مصر مركزا مهما لصناعة البتروكيماويات. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 10 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 690 مليار و786 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9685 نقطة ليرتفع بنسبة 2.46% ويغلق عند مستوى 9923 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2193 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 1.64% ويغلق عند مستوى 2229 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3115 نقطة ليصعد بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات. أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و61 قرشا للشراء و19 جنيه و68 قرشا للبيع. أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و41 قرشا للشراء و19 جنيه و49 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 22 جنيه و23 قرشا للشراء و22 جنيه و32 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فسجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 5.33 جنيه قرشا للشراء و5 جنيهات و36 قرشا للبيع. عن سعر الريال السعودي وصل سعره إلى 5.21 جنيه قرشا للشراء و5 جنيهات و23 قرشا للبيع. توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنكتاد أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% عام 2022 وأن يتباطأ إلى 2.2% عام 2023. وأضاف الأنكتاد أن التباطؤ في الاقتصاد العالمي أثر على جميع الدول وخاصة البلدان النامية، حيث توقع أن ينخفض متوسط معدل النمو إلى أقل من 3%، مؤكدا أن البلدان ذات الدخل المتوسط في أمريكا اللاتينية وكذلك البلدان منخفضة الدخل في أفريقيا ستسجل تباطؤا بشكل كبير هذا العام. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لياسر وأميرة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.